إذا صار في بمكان معين يعني عدم قدرة أو نجاح على تحقيق تغييرات بهذا الملف، بدنا نعلنها للناس، بدنا نقول للناس نحن في محلات معينة ما عم نقدر لهذه الأسباب. ولكن بالأول خلينا نحط هذه الخطة على السكة، خلينا نشتغل مع المجتمعات المحلية والبلديات والمصانع. أظن النية صافية، أظن في اهتمام وفي جو جديد بالوزارة، هو تحقيق نتائج وتحقيق محصلات على الأرض. هذا اللي بنحاول نشتغله. إذا فشلنا لازم نعلن هذا الموضوع على الناس ومش نسكر الملف ونروح على البيت. في حال يعني دخلت السياسي مجددا بهذا الملف، هل سيسمي وزير البيئة المعرقلين أمام الرأي العام؟ هذا يعني من المسلمات عندي في أي ملف من الملفات. إذا ما قدرنا ننجح بسبب يعني حماية معينة، بسبب أسباب معينة ممكن تكون لمصالح خاصة أو مصالح قوى معينة، سنعلن عنها بكل شفافية.